السلام عليكم، أهلا بكم في أسهل وأسرع درس هتاخده في المنهج كله، وهو قانون أوم للدائرة المغلقة. الموضوع بمنتهى البساطة، زي ما اتفقنا إن التيار الكهربي لما نقفل كده المفتاح ده هيبدأ يتحرك من القطب الموجب إلى القطب السالب في الدائرة الكهربية، وبعدين يتحرك من القطب السالب إلى القطب الموجب داخل البطارية علشان يشحن. النهاردة بنقول لك إنه وهو بيتحرك من القطب السالب إلى القطب الموجب في الاتجاه ده كده داخل البطارية، هيواجه مقاومة، هيواجه إعاقة، هيواجه تحدي. المقاومة دي هي إيه؟ المقاومة دي ناتجة من المواد اللي مصنوع منها البطارية نفسها بتعيق حركة التيار فيها. تمام. وبالتالي المقاومة دي بنميزها عن المقاومة دي أو دي اللي هي موجودة في الدائرة الكهربية من بره، فبنسميها المقاومة الداخلية للبطارية. حلو، كلام جميل جدا. ده معناه ايه؟ ده معناه ان القوة الدافعة الكهربية للبطارية هتستهلك علشان هدفين، او عشان التيار الكهربي يتغلب على مقاومتين. رقم واحد، المقاومة بتاعت الدائرة نفسها اللي هي في الحالة بتاعتنا دي عبارة عن مقاومتين متوصلين على التوالي، زائد جزء تاني هيستخدمه التيار الكهربي عشان يتغلب على الإعاقة أو المقاومة بتاعت البطارية نفسها أو المواد المصنوعة منها البطارية. يعني نقدر نقول بمنتهى البساطة إن القوة الدفع الكهربية للبطارية اللي هي VB هتساوي فرق الجهد الخارجي. فرق الجهد الخارجي اللي هو عبارة عن إيه؟ اللي هو عبارة عن شدة التيار اللي هيطلع كده من القطب الموجب، تمام، ده وهيتجه في هذا الاتجاه، شدة التيار ده في المقاومة المكافئة للدائرة كلها. تمام، يبقى I في R كابتل. بس خلي بالك ان R كابتل دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن المقاومة المكافئة للدائرة. يعني لو سمينا دي مثلا R1 ودي R2، ف R كابتل دي هتبقى R1 زائد R2 عشان دول متوصلين ايه؟ على التوالي. طيب المقاومة الايه الكلية دي لما هضربها في شدة التيار هتديني ايه؟ هتديني فرق الجهد الخارجي. بس ده الجزء الاول. الجزء الثاني بقى من القوة الدافعة الكهربية للبطارية هيبقى عبارة عن ما يسمى بفرق الجهد الداخلي، اللي هو ايه؟ اللي هو الجهد ما بين القطب السالب والقطب الموجب، او بمعنى اخر القطب ما بين طرفي المقاومة، ما بين طرفي البطارية، او كمية الطاقة اللي هيستهلكها التيار علشان يمشي من القطب السالب الى القطب الموجب داخل البطارية. ده هتساوي ايه؟ برضو شدة التيار اي، عشان هي نفس شدة التيار، بس في المرة دي هيكون مضروب في ايه شدة التيار؟ مضروب في المقاومة الداخلية للبطارية، ونديها رمز ار سمول. الا طب ما انا عندي هنا هو اي وهنا اي، ما اخدهم عامل مشترك، يبقى اقول في بي بتساوي اي في R كابتل زائد R سمول، وممكن اخد I كده واقول بتساوي VB على R كابتل زائد R سمول، واقول لك هو ده بنسميه قانون أوم للدائرة المغلقة. يلا ناخد المثال ده عشان نثبت الفكرة بسرعة. وقف الفيديو لمدة دقيقة كده واقرأ المسألة وفكر فيها كويس. طيب دلوقتي بقى تعالوا نحلها بمنتهى البساطة. أنا عايز قيمة الـ VB. طيب أنا عندي دلوقتي قانون أوم للدائرة المغلقة بيقول إيه؟ بيقول I بيتساوي VB على R كابتل زائد R سمول، وعارفين إن الـ VB دي مطلوبة، الـ R كابتل ده عايز أجيبها اللي هي قيمة المقاومة المكافئة للدائرة كلها، والـ R سمول بيقول لي ان هي بتساوي R كابتل. طب نبدا كده بالايه؟ بالقيمه المقاومه المكافئه للدائره كلها. اجيبها ازاي؟ بمنتهى البساطه، واحد هيقول لي ان دي بتساوي R. ليه يا عم؟ عندك ادي هنا R وR دول على التوالي، يبقى محصلتهم ب2R. ال2R دول كده اهو
مع الاتنين ار دي على التوازي يبقى اتنين ار على عددهم اللي هو اتنين تبقى بار. يبقى انا عندي ار كابتل دي بتساوي ايه؟ ار. حلوة قوي. طب وار سمول دي هو قايل ان هي برضو بتساوي ار، اهو قايل ان هي بتساوي ار كابتل. يبقى اذا المقدار ده كله بيساوي اتنين ار. يبقى اذا اقدر اقول ان اي بتساوي في بي على اتنين ار كابتل. على طب ما احنا لسه ما جبناش برضو الاي دي. اقول لك ببساطه شديده الاي دي هي ايه؟ هي شده التيار اللي طالعه من البطاريه اللي من هنا اهو كده هتطلع من عند القطب المجب، بس هتيجي هنا وتتجزأ في جزء هيعدي هنا في الذراع العلوي ده وفي جزء هيعدي في الذراع السفلي ده. بس لاحظ ان الذراع العلوي ده المقاومه بتاعته 2 ار والذراع السفلي برضه 2 ار، دول مع بعضهم توالي. يبقى التيار اللي هو الاي ده هيتجزأ بالتساوي. يبقى اذا انا عندي التيار اللي قيمته في بي على 2 ار ده لما يتجزأ على التساوي يبقى نصه هيمشي في الذراع العلوي وهيبقى مقداره في بي على 4 ار، ونصه التاني يمشي في الذراع السفلي ويبقى مقداره في بي على 4 ار برضو، عشان نص ال في بي على 2 ار بيبقى في بي على 4 ار. حلو قوي. يبقى انا كده هبص اركز على مين؟ على الذراع السفلي. ليه؟ علشان في عندي قيمة معلومة وهي قيمة فرق الجهد عند المقاومة دي. تمام؟ حلو. طيب هنسمي شدة التيار اللي مشيت في الذراع السفلي ده I1. طيب تعالوا نشوف كده، يبقى I1 بتساوي VB على 4 R. حلو قوي. طيب انا عندي كده شده التيار اللي مشيت في الذراع السفلي، او بمعنى ادق اللي مشيت في المقاومه دي، لان شده التيار اللي هتمشي في المقاومه دي هي هي دي، بس انا عارف ايه؟ عارف قيمه فرق الجهد حوالين المقاومه دي. طيب اركز مع المقاومه دي، يبقى شده التيار اللي ماشيه فيها هي كام؟ هي في بي على 4 ار وقيمتها ار وفرق الجهد بتاعها كام؟ 10 فولت. قال ده منتهى السهوله كده. طب تعالوا نعوض بقى، يبقى ايه؟ يبقى فرق الجهد حوالين المقاومه ار دي اللي هو ال 10 فولت ده هيساوي شده التيار اللي ما اللي مر فيها اللي هي اي 1 اللي هي عباره عن في بي على 4 ار، تمام، في قيمة المقاومة نفسها اللي هي بكام؟ بآر. طب ما تيجي نشيل الآر دي مع الآر دي، يبقى إذن أقدر أقول إن العشرة فولت دي بتساوي في بي على أربعة. يبقى إذن الفي بي هتساوي عشرة في أربعة بتساوي 40 فولت، وبالتالي الاختيار الصحيح هيكون هو الاختيار الاخير. طيب في المسألة دي بعد ما هتكون وقفت الفيديو وقريتها كويس، انا كل اللي عايزه مقاومة مصباح واحد بس. عندي القوة الدفع الكهربية للبطارية كلها، عندي المقاومة الداخلية للبطارية، عندي شدة التيار اللي مر فيه مصباح واحد بس. طيب خد بالك انا عندي شدة التيار اللي ايه؟ اللي مرت في مصباح واحد مش في كل المصابيح. لا 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 لا، ده هنا في نقطة غاية في الأهمية. يعني ايه الكلام ده؟ تعال اقول لك، احنا عندنا في قانون أوم للدايرة المغلقة بيقول لي ايه؟ اي بتساوي في بي على ار كابيتال زائد ار سمول. بس ركز جدا ان الاي اللي في القانون دي هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن شدة التيار الكلية اللي طالعة من البطارية مباشرة، تمام؟ لسه ما تجزأتش ولا حصل لها اي حاجة، بس هو هنا بيقول لي ان بعد التيار ما طلع من البطارية حصل له ايه؟ هيتجزأ، لانه المصابيح التمانية المتماثلين دول متوصلين على التوازي، صح؟ مادام متوصلين على التوازي يبقى هيتجزأ، وهم متماثلين يبقى هيتجزأ بايه؟ بالتساوي. يبقى اذا لما يمر في الواحد نص امبير يبقى
التيار كله كان كام وهم 8، يبقى اكيد هتقول لي نص اللي هو مقدار الايه شد التيار في الواحد، فعددهم اللي هم 8 يبقى يساوي 4. يعني كاني بقول لك طلع من البطاريه 4 امبير اتجزأوا بالتساوي على 8 مصابيح عشان متوصلين على التوازي، يبقى كل واحد هيكون نصيبه نص امبير. حلو جدا. يبقى انا اذا في المساله هنا اهو الاي دي هتبقى ايه؟ هتبقى ب 4 امبير. دي هتساوي الفي بي 220 عندي مدهوني على ار كابيتال ما اعرفهاش طبعا، تمام، زائد ار سمول هو مدهاني ب 2.5 اللي هي المقاومه الداخليه للبطاريه. طيب من العلاقه الاخيره دي اقدر اجيب الار كابيتال؟ طبعا بمنتهى السهوله، ما فيش غيرها موجود اصلا، يبقى احسبها كده هتطلع لك الار كابيتال ب 52.5 اوم. حلو جدا. طيب دي المقاومة الايه؟ المقاومة الكلية للثمان مصابيح المتماثلين المتوصلين على التوازي. طب اقدر اجيب مقاومة الواحد منهم؟ طبعا هضرب في عددهم، صح؟ كلام مظبوط جدا. يبقى اذا مقاومة الواحد منهم وليكن هنسميها ار واحد هتساوي ايه؟ 52.5 في عددهم اللي هو 8 هتطلع ب 420 اوم، وبالتالي الاختيار الصحيح هيكون جيم. علشان نفهم النوعيه دي من المسائل اللي فيها بطاريتين في الدايره الواحده، نفتكر كده ايام ما كنا بنحل المسائل انه لما يبقى عندنا لود او حمل كده وانت واخوك بتزقه كل واحد في اتجاه كده اهو، يا ترى اللود ده هيتحرك في اي اتجاه؟ يعني انت لو بتزق في الاتجاه ده واخوك بيزق في الاتجاه ده، اللود او الحمل هيتحرك في اي اتجاه؟ كنا بنقول انه هيتحرك في اتجاه القوة الاكبر. عظيم جدا. نفس الحال بالظبط بالنسبة لوجود بطاريتين في الدائرة الواحدة، التيار بيتحرك في اتجاه البطارية اللي القوة الدفع الكهربية بتاعتها اكبر، بس ده امتى؟ في حالة الأقطاب المتشابهة المتصلة مع بعضها. يعني ايه الكلام الكبير ده؟ يعني بص بمنتهى البساطة، احنا عندنا احتمال من اتنين ملهمش تالت، يا اما لما يبقى في بطاريتين تبقى الأقطاب المتشابهة متوصلة مع بعضها زي الحالة الأولى دي، تمام؟ في الحالة دي اهو الموجب متوصل مع الموجب، او ممكن يبقى السالب هو اللي متوصل مع السالب. في الحالة دي ايه اللي بيحصل؟ اهو بص تعالى كده، التيار هيطلع المفروض من ايه؟ من قطب الموجب في الاتجاه ده، وبالنسبة للبطارية التانية المفروض ان هو بيطلع في الاتجاه ده، فكده هيبقى في تيارين في اتجاهين متعاكسين. طب مين اللي هيمشي كلامه؟ يعني من الاخر اللي هيمشي كلامه هو اللي طالع من البطارية اللي القوة الدافعة الكهربية بتاعتها هي الاكبر. يعني لو افترضنا مثلا ان دي هي البطارية اللي القوة الدافعة الكهربية بتاعتها هي الاكبر، يبقى في الحالة دي التيار هيمشي في هذا الاتجاه، وهتكون البطارية دي هي اللي بيحصل لها عملية تفريغ عشان بيطلع منها التيار، يعني بيستهلك الطاقة اللي فيها. حلو جدا. طب أمال البطارية دي هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها شحن، يعني هتضاف ليها الطاقة اللي طالعة من البطارية الأولى. طب دي الحالة الأولى اللي هي الأقطاب المتشابهة متوصلة مع بعضيها. طيب حلو قوي. الحالة التانية بقى، الحالة التانية ان التوصيل ما بين الاقطاب المختلفة، بص ده القطب السالب متوصل بالقطب الموجب. في الحالة دي ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل بمنتهى البساطة مفيش اي تعارض ما بين اتجاه التيارات. ليه؟ لان احنا عندنا ده القطب الموجب، هيطلع التيار في هذا الاتجاه، هيقابله القطب السالب، ما عندناش مشكلة لان التيار بيمشي داخل البطارية من السالب للموجب في هذا الاتجاه، ثم يخرج من القطب الايه الموجب ده، يبقى كده كده التيار ماشي في هذا الاتجاه. ده كلام جميل جدا، وهي دي الايه الحالة التانية.
تمام، ما عندناش غير الحالتين دول. طب تعالوا نشوف كده المسألة بتاعتنا من أنهي حالة فيهم. لو بصينا كده على المسألة بتاعتنا هنلاقي ان هي من الحالة الاولى اللي هي فيها البطاريتين الاقطاب المتشابهة فيهم متوصلين مع بعضهم، اهو القطب السالب متوصل بالقطب السالب. في الحالة دي معناها ايه؟ ان في تيار هيطلع من القطب الموجب ده ويمشي كده كده كده، وفي تيار هيطلع من القطب الموجب ده ويمشي كده. طب هي المحصلة مين اللي هيفرض كلامه؟ يعني هيجوا هنا هو يطقشوا في بعضهم مثلا؟ يعني لا، اللي هيفرض كلامه هو التيار اللي طالع من ايه؟ البطارية اللي ليها قوة دفع كهربية اكبر، وهي اللي هتبقى بتفضي او بتفرغ، تمام، والتانية هتبقى بتشحن. طب هو اصلا قايل لي في المسألة ان الـ VB1 بيتم شحنها، مادام بيتم شحنها يبقى هي اللي القوة الدفع الكهربية بتاعتها أصغر، يبقى إذن الـ VB1 دي هي الإيه اللي بيحصل لها شحن، يبقى مين اللي بيتم يحصل لها عملية تفريغ؟ الـ VB2، يبقى هي دي اللي بيمشي التيار منها، يبقى التيار هيمشي في هذا الاتجاه كده 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 ويجي هنا هو ويشحن دي، يبقى أوتوماتيك كده أعرف إن الـ VB2 القوة الدفع الكهربية بتاعتها أكبر من الـ VB1. طب كويس جدا، طيب أعمل إيه بقى وأحلها إزاي بقى في الحالة دي؟ قال لك في الحالة دي على طول أجري على قانون أم للدائرة المغلقة اللي هو إيه؟ اللي هو I بيساوي VB على R كابيتال زائد R سمول، بس هنعمل فيه تغيير بسيط صغير اللي هو إيه؟ الـ I شدة التيار عارفها، ده هو مدهاني اصلا كده كده اللي هي بكام؟ مدهاني بخمسة امبير. طب كويس والله، اهو الخمسة بتساوي الـ VB. بقى هاخد انهي فيهم؟ انا عندي VB1 وVB2. قالك هتاخد المحصلة زي شغل الايه الميكانيكا بتاع زمان، هناخد المحصلة الكبيرة ناقص الصغيرة. احنا عرفنا دلوقتي ان الكبيرة هي اللي بيحصلها عملية تفريغ اللي هي VB2، صح؟ طيب يبقى VB2 ناقص الصغيرة اللي هو قايل لي ان هي بتشحن اللي هي VB1. ده هو كمان مديني قيمتها ب 12 فولت. ده والله ده حاجه جميله قوي. خلاص انا اشيل الـ VB1 دي واكتب ايه؟ 12 فولت على R كابيتال. دي هي ايه؟ هي قيمه المقاومه المكافئه للدايره. هو ما فيش في الدايره هي مقاومه واحده بس ب 5 اوم. طب كويس والله، اهي ادي الخمسه زائد R سمول. هنا المفروض هي ايه؟ المقاومه الداخليه للبطاريه، بس انا عندي بطاريتين، اخد المقاومه الداخليه للبطاريه الاولى زائد المقاومه الداخليه للبطاريه الثانيه، عشان كده كده المقاومه الداخلية للبطارية الأولى والمقاومة الداخلية للبطارية الثانية دول عاملين زي إيه؟ المطبات الاصطناعية اللي كده كده التيار سواء اتجاه يمين شمال التيار هيعدي عليهم وهيعيقوا حركته، فكده كده هاخدهم معايا. يبقى الار سمول دي هتبقى ار سمول 1 تمام زائد ار سمول 2، وهو مديني الاثنين كل واحدة بتلاتة من عشرة، يبقى مجموعهم بستة من عشرة. يبقى التغيير الصغير اللي احنا هنعمله هتبقى دي R small 1 زائد R small 2، وهو مديهمني بكام؟ بتلاتة من عشرة زائد تلاتة من عشرة يعني بستة من عشرة، ومعايا هنا خمسة، يبقى ايه؟ كمان هتبقى ستة، هي تبقى خمسة وستة من عشرة. طب ما تيجوا كده طرفين في وسطين، يبقى اقدر اقول ان الـ VB2 اللي هو طالبها ناقص الـ 12 هيساوي 5 في 5 و6 من عشرة كده اهو، يبقى الـ VB2 هتساوي الـ 5 في 5 و6 من عشرة، كل ده زائد 12 تطلع لك الـ VB2 بتساوي 40 فولت.
لغاية هنا دي مجرد أفكار بسيطة وسريعة عشان تثبت المعلومة اللي خدناها النهاردة عن قانون أم للدائرة المغلقة، وإن شاء الله بإذن الله أشوفكم في حلقات جاية عشان نحل على الجزئيات كلها اللي خدناها قبل كده بمسائل أكتر وأفكار أكتر وأكتر. شكرا جدا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.